بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سنة أولى كمبيوتر. إعداد وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد. رقم التليفون 0165-47-329. طبعا جمهورية مصر العربية. من السلسلة فيرست يير أندر سكول 1988 آت ياهو دوت كوم. فريق العمل أحمد شفيق ندى. هنضيف لسنة أولى كمبيوتر حاجة جديدة، وهي ان احنا نقول في بداية كل حلقة رقم الحلقة وكذلك تاريخها، علشان الناس اللي يعني حابة تتابع الحلقات بتتابع او حاجة زي كده، لو كان فيها فايدة يعني للناس ديت فالموضوع يبقى بالنسبة لهم سهل، ان الحلقات مرقمة ومؤرخ. بالنسبة للحلقة بتاع النهاردة رقمها 53، وتاريخ النهاردة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2009، 7 ذو القعدة 1430. بالنسبة بقى لموضوع الحلقة بتاع النهاردة، موضوع الحلقة بتاع النهاردة هو شقين، شق كبير شوية وشق صغير خالص. الشق الكبير هو ازاي تعمل صيانة لجهازك. هنتكلم على فكرة ان انا اعمل صيانة، ابسط صور الصيانة خالص بتاع الجهاز، اللي هي الصيانة المفروض اللي بيسموها الايه، الصيانة الدورية للجهاز. وهنتكلم على ازاي تعمل شبكة بين جهازين، مجرد ان احنا ناخد فكرة عنهم دي هتكون حاجة مفيدة حتى للناس اللي مش هتطبق الكلام ده، من باب العلم بالشيء هيكون الموضوع مفيد جدا بالنسبة لهم. اولا احنا اتكلمنا قبل كده على ازاي تجمع جهاز، واتكلمنا على مكونات الجهاز، اتكلمنا في الموضوع دي كتير، وشفنا عملية تجميع الجهاز وتركيبه بالتفصيل. النهاردة بنتكلم اكتر في فك الجهاز، مش في تجميعه بقى، مش في ان انا اركب مكوناته، لا، في ان انا افكها ليه؟ عشان انضفها. هي دي الفكرة الاساسية في الصيانة، ان الجهاز كمبيوتر من الاجهزة اللي التراب بيدخلها قوي، يعني الجهاز العادي البي سي يعني الكيس بتاعته بعد فترة زمنية مهما انت كنت كاتمها بيبقى فيه حاجة اسمها الفنتس، في حاجه اسمها الفنتريشن، اللي هو الفنتريشن ده اللي هو التهويه. فالفنتس ديت اللي هي فتحات التهويه، فتحات التهويه دي بيدخل منها الاتربه في اي مكان انت كنت فيه، مهما كنت محافظ على نظافه المكان. بعد فتره زمنيه طويله ممكن تبقى سنه ولا حاجه تفتح الجهاز، او حتى في بعض الاماكن اقل من كده، تفتح الجهاز تلاقي الكيسه والمكان كله مطرب. فاقل صور الصيانه خالص انك كل فتره تفتح الكيسة وتنظف. عشان تنظف الكيسة صح لازم تتعلم ازاي تفك وتركب المكونات بتاع الكمبيوتر وتنظف الكمبيوتر، وبعدين ترجع كل حاجة مكانها وتلاقي الجهاز اشتغل احسن من الاول. دي ابسط صورة الصيانة. بعد كده في صورة تانية للصيانة، او يعني في خطوات تانية للصيانة، انك مثلا تعرف ازاي تنزل نسخة، تعرف ازاي تسطب برامج الصيانه المختلفه، في برامج الصيانه بتاعت اللي بتسطب على الجهاز، كذلك تعرف ازاي تقسم الهارد وتفرمته، الحاجات اللي احنا استعرضنا بعضها في السلسله قبل كده. وبنستكمل النهارده ما بداناه، بصفه ان حلقات الصيانه كانت من انجح حلقات السلسله، ولمست انا الحاجه لان احنا نتوسع في موضوع الصيانه ده شويه ونمشي على خطوط متوازيه مع بقيه الموضوعات. فالنهارده بنتكلم في الموضوع ده. فعلشان نعمل الموضوع ده لازم نعرف حاجتين كويس قوي، ازاي نفك الرامه وازاي نفك البروسيسور، لان دول اكتر حاجتين يمكن فكهم يكون فيهم جانب جديد عليك. يعني فك الهارد ديسك سهل هنشوفه برضو، بس سهل. فك الهارد ديسك زيه زي السي دي، زيه زي الدي في دي، يعني غالب المكونات عادية. فك المذر بورد من الكيسة نفسها سهلة برضو، عبارة عن فك مسامير بس. انما الحاجة اللي فيها حاجة تكنيشن شوية هي فك حاجة تكنيكال، تكنيشن ده اللي هو الفني، انما تكنيكال اللي هي الفني. فك السي بي يو، فك الايه، الرام. فنبدأ مع بعض النهاردة بفيديو جايبينه من موقع تيك سكيلز تقريبا. نقفل الصوت بتاع الراجل. طبعا هو ده بيدي مقدمه عن هو يتكلم عن ايه وبتاع. هو بيتكلم على تثبيت اللي هو الانستول، وفك الرو ريموف السي بي يو من النوع البي جي ام.
خلاص. البي جي اي ده اللي هو النوع اللي السنون موجوده في قلب البروسيسور وفتحات موجوده في قلب المذر بورد، بنركب الاثنين في قلب بعض. بنتكلم عن اول حاجه الاحتياطات الامان الموجوده، فيجب ان انت تحط الحاجه على ترابيزه خشب ويكون موجود عليها المفرش العازل ده، ويكون حاطط في ايدك المعصم اللي هو ضد الكهربيه الاستاتيكيه اللي بيسموها انتي ستاتيك ويست ستراب. طبعا الحاجات دي يمكن بعضها يكونش متوفر لبعض الناس، فعادي او اقل حاجه من دولة انك تحط الجهاز على ترابيزه خشب. اقل حاجه انك تحط الجهاز على ترابيزه خشب، ده اقل ما يمكن يعني. وتاني حاجه انك ما تعملش صيانه للجهاز وهو طبعا متوصل بالكهرباء او هو لسه فاصل الكهرباء عنه حالا، يعني بعد ما تطفي بشويه او مثلا فتره زمنيه انت تقدرها بقى على حسب ساعه ساعتين كده خلاص. تضمن خلالها ان الجهاز يكون ايه، يعني لو حاجه سخنه تبقى بردت، لو حاجه فيها كهرباء الكهرباء تبقى اتعملت منها راحت للارض او اتسربت او كده. فهي دي اللي الفكره اللي انا اقصدها من موضوع احتياطات الامان بأدنى حد ممكن. طبعا هو الراجل اللي بيعمله ده هو الصح، انك تحط الجهاز على ترابيزه خشب او المفرش والمعصم اللي هو ضد الكهرباء الاستاتيكيه والكلام ده خلاص. بس لو الموضوع ده مش متوفر فيعني ايه، ما لا يدرك كله لا يترك كله. اول حاجه بيعملها طبعا بيبدا يفك الكيبلز بتاعتنا اللي هي الاي دي اي كيبلز والباور كيبلز. الاي دي اللي هو بيفك بيه ده اللي هو كابل اللي احنا بنسميه كابل الداتا، بيبدا يفك اول حاجه بتاع الفلوبي ديسك. طبعا انت عندك هنا اربع حاجات من تحت لفوق، الفلوبي وبعدين هارد ديسك وبعدين السي دي وبعدين دي في دي او سي دي وسي دي مش عارف. المهم هيبدا يفك الكيبلز دي. طبعا هو يعني الكيبل اللي فات ده كان فكه بعنف شويه، المفروض انك وانت بتفك الكيبلز تبقى اهدى شويه، يعني ما تشدش ايدك جامد كده، تلخلخ البتاع الاول بالراحه خالص وبعدين تقوم سحبه، هيقوم طالع معاك زي ما هو بيعمل دلوقتي اهو. شوف بيقوم ضغط عليه ضغطتين كده ملخلخه ويقوم مطلعه، لانك لو فكيته قوي هتقطم معاك زي السنه كده. لو دكتور السنان شد السن بقوه، ما هي لو طلعها هيكون مطلعها مكسور، انما لو تنيل لخلخ فيها وصبر عليها هتطلع في ايده من غير ما تتكسر. فدي نفس الفكره، فهو بيبدا يلخلخ بتاعه وبعدين يقوم مطلع الكيبل. هيطلعهم خالص بره الكيسه طبعا. هو في الفيديو ده بيتكلم على غرض غير غرضنا، لو وقفنا بس الفيديو، الفيديو هو بيتكلم على غرض محدد. هو ايه غرضه؟ ان هو ازاي تركب سي بي يو وازاي تركب رام، وفي فيديو ده غيرهم ازاي تنظف الجهاز. انا غرضي من الفيديو هو ان انا اوريك ازاي تفك الرام وازاي تفك البروسيسور وازاي تفك الحاجات بتاعت مكونات الجهاز، مش علشان تفكها زي ما هو غرض ان انا اعلمك ازاي تفكها بس، لا انت علشان تنظف الجهاز. ففي شويه تعليقات انا هقولها زياده عن اللي هو قاله او اللي هو بيعمله في الفيديو يعني، وكذلك مش هناخد الفيديو بتاعه كامل، هناخد جزء معين منه هو المتعلق بموضوعنا النهارده يعني، او هو الهدف من حلقتنا. المهم بعد ما وصل للخطوه ديت ان هو فك الكيبلز والكيسه واقفه، الافضل في الحاله دي اللي انا افضله انك تنام الكيسه دلوقتي. يعني هو مش هينام الكيسه دلوقتي، هينامها كمان شويه لما يجي يفك البروسيسور. لا انا افضل حتى وانت بتفك الرامه تفك الرامه والكيسه نايمه، يعني تنام الكيسه وبعدين تشيل الرامه وتشيل بقيه الكيبلز وتشيل بقيه الحاجات. ليه؟ لان الكيسه وهي نايمه لو حصل لها اي هزه او كده مش هتاثر فيها زي ما هي واقفه كده. وهي واقفه كده وواقفه على الترابيزه ممكن تقع منك، ممكن تتخبط تتهز قوي، فده ممكن ياثر عليها. فالافضل انك تنيمها في الحاله دي. وطبعا كمان في حاجه هو ما عملهاش هنا عايز انبه عليها، ان هو بعد ما وصل الخطوه ديت ما فكش ال بقيه الحاجات. يعني هو احنا عشان ننظف الجهاز لازم نفك الحاجات دي كمان، لازم نفك الفلوبي والهارد ديسك والسي دي والدي في دي عشان ننظف الجهاز تنظيف كامل. انا بتكلم على تنظيف الجهاز تنظيف كامل، الحاجه اللي المفروض تحصل مثلا كل 3 شهور او 6 شهور او سنه، سنه على الاقل يعني، على الاقل خالص بالميت خالص لو انت محافظ على الجهاز وما بتخش تراب نهائي، على الاقل هتفتحه كل سنه وتنظفه تنظيف كامل من التراب يعني بالميت خالص. طبعا في ناس لما تسمع سنه ده هتضحك اصلا لان كتير قوي سنه. المهم فتحنا ال
فتحنا الجهاز وفك بقية الكابلات بقى، فهو فك الرامة لو خدت بالك، ضغط على المشبك اللي تحت، حتة البلاستيك اللي تحت ديت هنجيبها تاني اللقطة دي، ضغط على المشبك اللي تحت وبعدين ضغط على اللي فوق حتة البلاستيك ديت اللي هي التاب، وبعدين سحب الرام. اهم حاجة وانت بتسحبها تسحبها ايه رأسي، علشان ما تعملش حاجة فيها، ما تأثرش عليها في حاجة. وبعدين بحطها في انتي ستاتيك باج اللي هي ايه، شنطة ضد الكيس ضد الكهربية الاستاتيكية، الكهربية الساكنة يعني، اللي هي الكهربية اللي موجودة جوه الأجهزة، أو موجودة قصدي جوه المكونات الإلكترونية من غير ما يكون في ايه توصيل بالكهرباء. وسحب كمان الرامة بنفس الطريقة، ضغط على ضغط على التاب من تحت وضغط على التاب من فوق وسحبها. لو نشوف الحكاية دي التاني، مش عارف فتحت لحضرتك ولا لأ. الرامة الأولانية كان هو كانت الكاميرا أقرب. أيوه أهو، ده ضغط على التاب ده فك ناحية، وضغط على التاب التانية هنا أهو فك الناحية التانية، وبعدين سحب الرام. كده شفنا بالتفصيل ازاي بيفك الرام، وبعدين حطها في الانتي ستاتيك باك. زي ما قلنا هكون انت شلت بقى الهارد ديسك والحاجات دي كلها، عشان انت عايز تنظف الكيسه تنظيف كامل. لو لقيت الحاجات دي لسه مش شرط تشيلها، ما فيهاش تراب يعني. طبعا زي ما قلنا وزي ما بأكد، دي ادنى صور الصيانه، اقل حاجه في المينتنس انك تنظف الجهاز من التراب، عشان التراب ده بيأثر على مستوى الأداء بتاعه طبعا. بعد كده فك الكيبل بتاع الـ ATX اللي بيوصل الباور بالمذر بورد. بعد كده هي ايه، هيفك المذر، هيفك السي بي يو البروسيسور. هيفك الكابل اللي متوصل بالمروحة، الفان، مروحة فان، وتحت المروحة دي في حتة حديدة كده اسمها الهيت سينك زي ما احنا عارفين. ناوي من الكيسة وهيضغط على المشبك اللي مثبت المروحة ده يفكه هو كمان، هي الاخلاقه حالا بمفك، وبعدين يضغط عليه يقوم فكه، وبعدين يقوم خالق المروحة بالهيت سينك من فوق البروسيسور، وهيبان تحتهم البروسيسور. ضغط عليه بالمفك عشان يخلخه. مش شرط ان الفان بتاعتك يكون شكلها زي الشكل ده، ممكن يكون فكها اسهل، ممكن تكون فيها المشبك ده، او ممكن يكون فيها مسامير بتلفها تقوم فكه. اي مكات الفان يعني بتاعتك هتفكها انت يعني، بس ده شكل من الاشكال. في شكل تاني فيه مسامير، في شكل تاني فيه كليبسات كده، وضغط عليها من الناحيه التانيه فك المشبك التاني بند من ناحيتين، وبعدين تلاقي المروحه بتتخلق معاك براحه خالص. طبعا وانت بتتعامل مع كل المكونات ديت بالراحه، لان العنف زي ما قلنا او العافيه يعني ممكن تكسر منك حاجه. لقيتها برضو معلقه او مش راضيه تطلع، اعرف انك ايه في حاجه ما فكتهاش، او في حاجه نسيت او ما خدتش بالك منها. اهو بيتاكد ان هي هتطلع معاه بسلام، يقوم مطلعها ويقوم ايه ضامن ان هي ما فيش مشكله. لو بصينا هنا نلاقي عليها السيرمال كومباوند، الهيت سينك ده اللي هو بيوريه لنا، ده هو الهيت سينك اللي بيبقى فوق البروسيسور مباشره. هنلاقي عليه السيرمال كومباوند، وهنلاقي كذلك على البروسيسور ايه سيرمال كومباوند اللي هي الماده الحراريه. ما دام فتحنا البروسيسور بالشكل ده وصلنا البروسيسور وشلنا المروحه، لازم نشيل الهيت سينك القديمه ونحط هيت سينك جديده. فهو حالا هيوريك السيرمال كومباوند، هيجيبها حالا في انبوب ممكن تشتريه من اي محل صيانه، طول الماده الحراريه بتاعت البروسيسور ايه
ده الانبوب ممكن ما تلاقيه في اي عبوه تانية، ممكن تلاقيه كده حاطينه في ورق متغلف كده، ممكن تلاقيهم حاطينه في علب، اي ما كانت العبوه يعني، المهم متاكد ان دي بتاعت البروسيسور. زي ما قلنا المفروض ان هو يدهن البروسيسور بالماده دي، يحطها على البروسيسور وبعدين يفرشها على المكان كله، وبعدين يرجع يركب الهيت سينك تاني. طبعا دلوقتي لو جه يخلع البروسيسور من مكانه وهو على الوضعيه ديت مش هيتفك. ليه؟ لان في دراع لازم تفكه الاول، الدراع ده هو اللي بيثبت البروسيسور في مكانه، هو اللي قافل عليه، فلازم انا افكه او لازم اضغط عليه، فهو لازم يعمل الموضوع ده الاول. طبعا هو بيقرا بيانات البروسيسور الموجود على ظهره اللي هو انتل سيلرون، السرعه بتاعته 700 والكاشات بتاعته 128 والفولتج بتاعه 1.45 تقريبا فولت. شركة انتل دي اكبر شركة في العالم لصناعة البروسيسورز. النوع ده اسمه سيلرون، من انواع البروسيسورات بتاعتها، مش احسن انواع، يكاد يكون اوحشهم. و ال 700 ده طبعا لان البروسيسور ده قديم، السرعة دي قديمة قوي، والكيسة اللي هو شغال عليها ده ديت كيسه قديم. المهم ضغطنا على الدراع فالبروسيسور اتفك، فهنقوم ساحبينه من مكانه. طبعا الاجزاء اللي هي النظريه في الكلام بتاعنا احنا استعرضنا بعضها في الحلقات بتاعت النظري، الحلقه دي اشبه ما يكون بصيانه عملي يعني، انما وامشيها للبروسيسور عادي زي ما احنا شفنا. انما الحلقات اللي قبل كده احنا استعرضنا فيها او يعني استعرضنا في بعضها بعض المفاهيم عن الموضوع ده، عن البروسيسور وبياناته والحاجات اللي زي ديت. ولو ما قلناش استعرضنا ممكن نستكمل الباقي المعلومات اللي نسيناها او ما صعدناش بقدر كافي. وبعدين بيحط البروسيسور برضه في الانتي ستاتيك باك. ما دام وصلنا للمرحله ديت نخش على المرحله الثانيه. ايه هي بقى المرحله الثانيه؟ المرحله الثانيه بقى قدامي حل من اتنين دلوقتي، اما ان انا شايف ان الكيسه نفسها متوسخه قوي فمحتاجه هي نفسها تنظيف، الكيسه نفسها ماشي، سبت انا الجهاز فتره طويله قوي مهمل زي ما قلت، ووصلت مثلا ان انا سبت الجهاز سنه من غير تنظيف، فسنه فتره طويله، فلاقي الكيسه متوسخه والمذر بورد متربه وهلاقي الموضوع صعب قوي. ففي الحاله ديت عشان اضمن، عشان يعني اضمن تنظيف كويس، هشيل المذر بورد من مكانها في الكيسه. الحكايه ديت ايه؟ مش موجوده هو في فيديو، هو مش هيعمل. تقوم شايف المسامير اللي مثبته المذر بورد في الكيسه، مسامير في قلب المذر بورد نفسها، هتلاقيها كده في الكورنرز بتاع المذر بورد. تقوم فككها وتقوم خلع المذر بورد من مكانها، وتقوم مطلعها بره خالص ومنضفها كويس، وبعدين جايب قماشه برده ومنضف الايه الكيسه من الاتربه. لو كان الموضوع انك بتعمل صيانه دوريه مثلا للجهاز كل شهر ونص او ثلاث اشهر، انك تنظفه من الاتربه اللي فيه، خلاص مش مشكله خالص انك تشيلها، تسيب المذر بورد في قلب الكيسه ونظف عادي كويس. نقفل الفيديو ده ونشوف بقى هاو تو كلين كمبيوتر. احنا شلنا الرام وشلنا البروسيسور وشلنا الهارد وشلنا كل الحاجات الموجوده، هاو تو كلين كمبيوتر بقى ازاي تنظف جهاز الكمبيوتر. عشان تنظف جهاز الكمبيوتر لازم الحاجات دي زي ما هي موجوده هنا كده تفضيها. هو مش هينظف قدامك، هو بيوريك بس بيشرحك. فهتشيل دي كيسه جديده شويه، هتشيل الهارد ديسك من مكانه والحاجات دي قلناها كلها، وهتنظف الحاجات دي بعد ما تشيل كل حاجه من مكانها وتنظفها بالقماش عادي خالص، وتهتم طبعا بانك تحطها في مكان بعيد، والحاجات اللي انت فكيتها ديت تهتم بانها تكون بعيد عن الميه. يعني لو لقيت الانتي ستاتيك باج تحط فيها الرامات والبروسيسور وما تحطهمش فوق بعض، تحطهم متفرقين عن بعض يعني، لان ده بيأثر عليهم. وطبعا تهتم جدا بان الحاجات دي ما تجيش عليها ميه، ما تكونش في مكان مترب، ما تكونش، لانك انت المفروض انك هتنضف ومفروض انك مش هتضر المكونات الالكترونيه دي بانك تحط عليها ميه. المهم بالاضافه لده كمان تهتم انك على الاقل يعني الحاجات تحطها بحرص وتحطها في مكان امن عشان ايه ما يحصلش اي مشكله.
بعد ما تنضف كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها وتشيل المذر بورد اذا كانت متربه قوي وكيسها متربه قوي او تسيبها في مكان كيفما يتراءى لك يعني، وتبدا بقى في استخدام السبراي اللي هو جايبه ده. السبراي ده هتلاقيه في محلات الصيانه بيبيعوه، السبراي اللي بينضفوا بيه الكيس كويس. ترش على الكيسه وترش على المذر بورد السبراي ده، بقى فيه ماده متطايره ماده كحوليه يعني، بتقوم ايه منضفه الجهاز. لو ما لقيتش السبراي او لو مش عاوز تشتريه، ممكن تجيب بلاور. بلاور بينضف الاجهزه الكهربائيه، ده اللي بتلاقيه عند فني الكهرباء. هتجيب واحد بيبقى فيه البلاور ده، بيطلع هواء مضغوط يعني، بيطلع هواء يعني مش زي هواء المروحه كده، هواء المروحه بتحرك الهواء بس، لا ده البلاور ده بيبقى فيه ايه يعني بيطلع الهواء مش مضغوط بس، لا بيطلع الهواء موجه كده كانه طالع من مدفع، فبيطلع الهواء قوي قوي فبينظف المكان ده كله خلاص. كمان لو ماشي ده خالص، ممكن ننضفه باي حاجه كحوليه، لو عندك اي ريحه او اي حاجه فيها كحول يعني ممكن تنضف بيه الحكايه دي. وان كنت محبس كده، بس لو ما كانش في المتناول اشتري اي حاجه مطهره ينفع تنضف بيها، بس طبعا ما تكون على شكل سبراي يعني تبخ، مش تجيب ازازه وتكب. طبعا موضوع الكب ده يبقى موضوع صعب قوي. وبعد ما الحكايه دي تحصل تنتظر لحد ما الماده دي تتطاير. يعني ايه تتطاير؟ يعني البتاع ينشف، تنضف الرامات وتنضف البروسيسور، ما بيحتاجش بروسيسور مالكش دعوه بيه، تنضف الرامات وتنضف المذر بورد وتنضف كل الحاجات اللي موجوده عندك دي من التراب، تاكد ان هي كلها بقت 100 100، وتستنى على حسب بقى ما تكون حاطط الماده دي، تستنى نص ساعه ساعه لحد ما الماده تتطاير والجهاز ينضف، يبقى 100 100 خلاص. يبقى انت كده 100 100 تقوم ايه تقوم مركب المكونات ديت وتقوم مشغل الجهاز كويس تمام. طبعا هو بعد كده هيجيب لك ايه فرشه كده زي فرشه السنان او فرشه سنان، ويقول لك الحتت اللي فيها تراب قوي اعملها. طبعا لا فرشه ولا حاجه، انت باي قماشه نضف الحتت اللي فيها تراب قوي، دخل ايدك وبتاع، بس حاسب لان الصاج ده بيبقى حاد قوي فبيعور. بعض الشركات بتصنعه حد قوي لدرجه ان هو ايه ممكن يعور ايدك لو ما خدتش بالك. دي الفرشه اللي انا بقول لك عليها اهو. وبعد كده يقول لك قماشه علشان تنظف الكيس او الاجزاء اللي محتاجه مزيد من التنظيف يعني، او الاسبراي ما قدرش يوصل لها. هم مسمينه ايه داست ريموفابل، عندهم اهو مكتوب عليه اللي هو مزيل اتربه، لو عرفت تجيبه من اي مكان مزيل اتربه للاجهزه الالكترونيه ده يبقى كويس. المفروض ان هو يتباع في محلات الصيانه. هيرجع تاني للبروسيسور، ادي البروسيسور. هنبدا نحط بقى البروسيسور بعد ما نضفنا وعملنا، هنرجع نركب بقى اللي احنا فكناه. ان البروسيسور عليه السهم الذهبي ده بيشير الى اتجاه معين، هو نفس الاتجاه اللي هنلاقي فيه هنا سن فتحه ناقصه، فتحه فينت من الفينتس الموجوده دي، الفتحات الموجوده ديت فتحه ناقصه، هو ده نفس الاتجاه. يبقى احط الاثنين فوق بعض ليه؟ لان دي واحده ناقصه من هنا واحده ناقصه من هنا، فده اللي هيظبط البروسيسور. والعلامه دي بيعلموها شركات البروسيسور بحيث انك تعرف تركب البروسيسور ازاي كويس. وبعدين تحط الماده الحراريه وتركب ايه فوق ايه الهيت سينك، وتكمل تركيب الايه المكونات عادي جدا. تحط الهيت سينك وتقوم مركبها بالمشبك بتاعها من هنا ومن هنا من الناحيه الثانيه، وكمان تقوم مركب الكيبلز والرامات. طبعا هيحط الرامه، نشوف هيركب الرامه ازاي. يروح حاطط الرامة في الاتجاه الصحيح ويضغط ضغط ويشوف هتدخل، يبقى متركبها صح. لو ما جتش هتدخل معاه يلفها، يقوم لففها حاططها الناحية التانية. ويتأكد ان هي قفلت على المشبكين، يحط الرامة التانية، يبدأ يركب في الكيبلز عادي، يقوم حاطط كل كيبل وضغطه، يقوم راكب معاك عادي خالص.
كده ركب في جهاز الكمبيوتر بتاعه بقى تمام. هنشوف هنا نوعين من الرامات القدام، دايما الحاجه القديمه بتبقى اصعب في التركيب، يعني كل ما التكنولوجيا بتتطور كل ما كل حاجه فيها بتبقى سهل، يعني دايما البرامج لما تتطور تبقى اسهل. يعني انت مثلا لو اتعلمت اوفيس 2007 تلاقي اسهل من اوفيس 2003، فانت لو اتعلمت 2003 2007 لو قعدت سبورت عليه شويه هتعرف تعلمه بسهوله. كذلك في الصيانه الحاجات القديمه كانت اكثر تعبا في تركيبها. فنلاقي الرامتين موجوده عنده واحده اسمها اس دي رام اللي هي القديمه اللي فيها فتحتين، وواحده اسمها دي دي ار رام. الدي دي ار رام اللي احنا عايشين في الجيل بتاعها دلوقتي اللي هو دي دي ار 1 و2 و3 وكده. وطبعا كل ماده بتنزل اجيال جديده من الرامات. الرام اللي فوق هي الرام القديمه، الرام اللي تحت هي الرام الجديده. فهو بيتكلم على ازاي تركب الرامه دلوقتي. وطبعا ما ينفعش تركب رامه مكان رامه ثانيه. يعني ايه ما ينفعش اركب واحد رامه ما يكون مكانها دي معموله للدي دي ار رام نركبها مكان الاس دي ار. طبعا بيتكلم على الاولانيه اللي هي اللي فوق 168 بن، الثانيه 184 بن، يعني السنون اللي هي الحاجات الصفراء ديت في اللي فوق 168 في تحت 184. الكيسه اللي قدامنا ديت لو بصيت عليها هتلاقي فيها مكان لفتحه واحده، نوتش واحده، اللي هو المكان اللي انا مشاور عليه دلوقتي بالماوس. المكان ده دلاله على ان اهو المكان ده دلاله الحته ده دلاله على ان ما دام عندك واحده من دولت يبقى انت هتركب ايه دي دي ار رام، ان لو كان عندك اتنين كانت هتدفع للاس دي رام. وهتلاقي الرامه نفسها مكتوب عليها او السلوت او البنك الرامات ده مكتوب عليه دي دي ار 184، يعني 184 بن لرامه دي دي ار. طبعا بيبقى مكتوب دي دي ار 1 ودي دي ار 2 ودي دي ار 3 ديت اجيال الرامات المختلفه. وما ينفعش برضه الرامات دي دي ار 1 تركب مكانها 2 او 2 مكان 1 كده، ما ينفعش، لازم حاجه كل حاجه تركب في مكانها. بيتاكد ان الرامه بتخش جوه المجرى بتاعتها في المكان السليم وبالراحه خالص، تقوم ضغط عليها تقوم راكبه. ولازم تسمع صوت المشبكين، صوت المشبك الابيض ده واحد من يمين واحد من شمال، لازم تسمع صوت تكتين، هيضغط هيقوم راكب وما تخبطش عليها هيوريكوا حاله. ايوه ما ينفعش تخبط عليها كده، لا تضغط بالصابعين، صابع من الطرف ده وصابع من الطرف ده، تقوم الرامه داخله في مكان. ما انت تتاكد ان هي دخلت في مكانها بانك تضغط على التابين او المشبكين دول. هيجي يركب بقى الرامه القديمه مكان الجديده، مش هترضى. هيجي يسوقها كده يلاقي ايه لو ضغط عليها هيلاقي يا اما الرامه هتتكسر يا اما المذر بورد البتاع ده هيطلع منها ويبوظ. فايه يوضح لك ان في قاعدتين اساسيتين في الصيانه، مفيش حاجه بتركب مكان اختها، ما ينفعش حاجه تركب مكان حاجه ثانيه، ومفيش حاجه بتيجي بالعافيه، مفيش حاجه بتيجي بالعافيه. يعني عمري ما اركب هارد او رامه او اي حاجه في مكان غلط بالعافيه. وبعدين بقى بيوريك رامه او بنكين رامتين مختلفتين اللي هما الرامتين اللي احنا استعرضناهم، ده في فتحتين وده في فتحه واحده، او ده في مكان فتحتين وده في مكان لفتحه واحده. بس بعد كده بنخش على البايوس. موضوع البايوس ده مش موضوعنا النهارده، هنتكلم على بعد كده ازاي تسطب شبكه او تسطب نتورك. هنتكلم عن موضوع تصطيب الشبكه، او موضوع تصطيب الشبكه ده حاجه سهله جدا. يبقى احنا انا راجع بس الاول ايه اللي احنا عملناه في الفيديو ده لحد دلوقتي. ان احنا قلنا ان احنا هنجيب الكيسه، هنخلع الغطاء بتاع الكيسه، نفك المسامير بتاعته، هنقوم فكين الكيبلز اول حاجه، ونقوم فكين الهارد ومطلعينه، السي دي روم مطلعينه، الدي في دي مطلعينه، الفلوبي لو موجود مطلعينه، هنقوم فكين بقيه الكيبلز اللي فاضله و محطينا على جنب يعني بحيث ان ما نضايقناش واحنا بنشتغل. هنقوم مطلعين الرامات، هنقوم فكين المروحه بتاع البروسيسور بعد ما نفك الكابل بتاع الكهرباء بتاعها، وهنقوم مطلعين المروحه، وهنقوم مطلعين البروسيسور. فكده كل الحاجات ديت هنحط ماده حراريه جديده على البروسيسور ونركبه، وبعدين هننضف الرامات وننضف المروحه وننضف المذر بورد. هنجيب الاسبراي ده ونرش على كل الحاجات دي ونتاكد ان كلها بقت نظيفه وتمام وما فيهاش اتربه تمام.
لو احتاجنا ان احنا نخلع المذر بورد من قلب الكيسه نخلعها وننظف الكيسه نفسها من التراب هي كمان، لو ما احتاجناش خلاص هنسيبها راكبه عادي. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هنقوم مركبين كل الحاجات اللي احنا فكيناها دي عادي زي ما فكيناها نركبها عادي، من الحاجات اللي بالمسامير هنحط المسامير ونركبها. ونقوم حاطين الكيبلز ومركبينها كده، يبقى احنا ركبنا مكونات الايه الجهاز كلها زي ما احنا شفنا في الفيديو بتاعنا. بعد كده هنبدأ نشغل الجهاز بتاعنا عادي، هنلاقيه شغال معانا ان شاء الله بشكل طبيعي. خلاص يبقى دي خطوات الحد الادنى للصيانة اللي هو عملية تنظيف الجهاز. لو كان في اي حاجة من الحاجات دي لقيتها مش شغالة، يعني الجهاز اصلا ما كانش شغال وجيت انت عملت الحكاية دي فلقيته برضه مش شغال، ده طبعا من ضمن الحلول اللي بيلجأ ليها بتوع الصيانة. فن الصيانة اول ما بتودي له الجهاز دي اول حاجة بيعملها يبدأ ينظفه ويبدأ يعمل له الحاجات دي، تقول لك يمكن تكون في حاجة معلقة، يمكن تكون الرامة معلقة، يمكن يكون كابل من الكابلات انت مش موصله صح، فيقوم ايه عامل الموضوع اللي انا قلت لك عليه ده، يفك كل حاجة ويركبها تاني كويس وينظف بقى وهو في الطريق. دي حاجة. تاني حاجة عايز انبه عليها ان الرامات من اكتر مشاكل الجهاز، ان الرامة الرامات اللي احنا بنتعامل معاك منها رامات يعني بتاعت اغلب الاجهزة رامات مش اصلية او رامات مش درجة اولى يعني، فهتلاقي الرامات بتعمل مشاكل كتير. المهم فالرامة دايما تخلي عينك عليها انك دايما تشيلها وتفكها، ودايما السنون اللي هي الصفرة اللي فيها دي تنضفها، تنضفها وترش عليها الاسبراي اللي بينظف، او لو عندك ازازه ريح او برفيوم اي كلونيا اي حاجه مطهره ترشها عليها وتستنى لحد ما الرامه تنضف خالص وبعدين تركبها تاني كذا مره لحد ما ايه ما ان شاء الله في مره معاك تلاقي الجهاز قام واشتغل عادي طبيعي، وتخليش الجهاز يتهز. الاجهزه اللي الرامات بتاعتها بتعلق ديت اي هزه بتخلي الجهاز يرجع يعلق تاني كويس. ولو لقيت الجهاز بيتهز كتير منك غصب عنك نيم الكيسه، يعني الكيسه اللي واقفه تطور ده نيمها برضو كانها الكيسه القديمه، مش شرط تنيمها وتحط فيها الشاشه، لا نيمها جنب نيمها جنب الشاشه على اساس ان هي تتهز، فطبعا لما هتحطها وهي نايمه هيبقى عمليه الاهتزاز بالنسبه لها اصعب، فده هيقلل المشاكل اللي بتحصل من ورا. خلاص احنا كده استعدنا شويه ملاحظات عامه على الصيانه للناس اللي عندهم مشاكل في في الاجهزه بتاعتهم خاصه الاجهزه القديمه. لحد دلوقتي بنتكلم في الاجهزه القديمه بشكل عام، الاجهزه القديمه هي اللي فيها اغلب المشاكل، انما طبعا الجهاز الجديد ما بقاش فيه مشاكل دي، ما بقاش تعمل كل الكلام ده، تاكل الكلام ده محتاج انك بس تشيل البتاع وتتاكد البانل او اللوحه يعني بتاع الكيسه، وتتاكد كل شويه انها نظيفه او ان الكيسه من جوه نظيفه. بسرعة نصعد ازاي تركب شبكة او ازاي تعمل شبكة، هاو تو ستوب يور نتورك. اول حاجة انت محتاج ايه عشان تركب شبكة؟ اول حاجة محتاجها جهازين لابتوب، على الاقل جهازين لابتوب او جهازين كمبيوتر او لابتوب وكمبيوتر، وبعد كده كابل بطرفين في كل واحد في طرف من اطراف الار جي ده. كابل النت او السلك بتاع النت اللي قدامك ده، السلك النت نفسه جواه 8 فرد، جواه 8 فرد يعني جواه 8 سلوك، سلك جواه 8 سلوك، 8 سلوك دول بنرتبهم بطريقه معينه وبنجيب حاجه اسمها قراجه، وبنجيب الار جي ده اهو اللي هو بنسميه احنا الار جي 45. الار جي 45 ده بتاع الكمبيوتر، بتاع الكمبيوتر، لما في ار جي تاني اسمه 11 ده بتاع التليفون بيوصلوا بيه التليفونات. طيب نكمل بقى بعد صلاه المغرب، نوقف الفيديو دلوقتي ونكمل بعد صلاه المغرب ان شاء الله. السلام عليكم. نستكمل ما كنا قد بدأنا. كنا بنقول ان الكيبل اللي عندنا ده اللي هو السلك، قلنا له طرفين، كل طرف فيه الار جي 45 بتاعه، قلنا ان هو ده من سلوك بيركبهم الراجل بيرتبهم ترتيب معين هو عارفه، وبيقوم حاطط في قلبهم الار جي ويقوم مدخلهم جوه القراجه، يقوم ضاغط عليهم يقوم ايه متركبين زي ما بتاع التليفونات بيعمل بالظبط. دي تاني حاجة علشان محتاجينها عشان نعمل شبكة. طبعا احنا عارفين ان الشبكة اصلا عبارة عن جهازين كمبيوتر او جهازين على الاقل، جهازين على الاقل يعني اكتر من جهاز كمبيوتر. الشبكة تعرفها ان هي اكتر من جهاز كمبيوتر متوصلين مع بعض، على الاقل خالص جهازين بنوصلهم مع بعض. طب بنوصلهم بايه؟ بسلك. ممكن نوصلهم وايرلس كمان من غير سلوك، كمان ممكن نعمل شبكة، بس احنا دلوقتي بنتكلم على موضوع السلك.
بعد كده بتحط كل كابل في قلب الايه اللابتوب او في قلب الجهاز اللي عندك، مش شرط طبعا يكون لابتوب. بعد كده كده انت بتكون خلصت الجزء التكنيكال، الجزء اللي هو الجزء الهاردوير الجزء الفني يعني. بتخش بعد كده على الجزء السوفت وير، خلصنا التكنيكال بارت وهنروح للخطوه الثانيه او الجزء الثاني اللي هو هتظبط بعض الاعدادات في اللابتوب علشان الكونكتيفيتي اللي هي الاتصال يحصل ما بين الجهازين. بيقول لك اعمل زي ما هو بيقول لك بالظبط. هتيجي على الديسك توب، بتضغط كليك يمين على الماي نتورك بليسز، تجيب البروبرتيز بتاعتها، هيطلع لك حاجه اسمها لوكال اريا كونكشن، هتضغط عليها كليك يمين تجيب البروبرتيز بتاعتها، هتجيب اخر واحده في القائمه اللي عندك اللي هي اللي اسمها الانترنت بروتوكول تي سي بي اي بي، هتضغط عليه وتجيب البروبرتيز بتاعته، هتضغط على تاني واحده وتبدا تملى الخانات اللي موجوده عندك في الجدول زي ما هو عام، وتقوم مدخل الارقام، تحفظ الارقام دي وتدخلها. تقوم عامل نفس الحكايه ديت في الجهاز التاني. طبعا ديت ابسط صور الشبكات، اصغر شبكه في الدنيا. كان بيقول لك تعمل نفس الموضوع ده هناك، بس هتغير رقم واحد بس. جايب اخر واحده وضغط على البروبرتيز بتاعتها، نفس الارقام بالظبط ما عدا الرقم الاخير في اول خانه ده، الرقم ده اللي دخله حالا ده كان هناك واحد، هو دخله هنا اتنين. بس دي زي ما بقول ابسط صور الشبكات، شبكه ما بين جهازين. كويس، دي اقل شبكه من الشبكات. امال الشبكات التانيه بتبقى ايه؟ الشبكات التانيه بتبقى اكثر تعقيدا. يعني مثلا لو جبنا الرسام مثلا، ولا جبنا ايه؟ دي ده جهاز كمبيوتر وده جهاز كمبيوتر، وصلناهم احنا بسلك، فكده عملنا شبكه. لو كانوا ثلاثه عندنا اكتر من حل، من ابسط حل ليهم يخطر في دماغك ان انا اوصل ده بسلك لوحده واوصل ده بسلك لوحده، كده بقى ثلاث اجهزه متوصلين ببعض. المهم في اكتر من طريقه للتوصيل. لو جبنا بقى نت، وصلنا نت عن طريق حاجه اسمها الانترنت سيرفيس بروفايدر، اللي هو شركات توصيل الانترنت او شركات خدمه الانترنت. وصلنا نت باي صوره من الصور، مثلا وصلناه على التليفون، دي الفتحه بتاعت التليفون. كويس، وصلنا احنا النت بتاعنا للتليفون، بنجيب جهاز اسمه اي دي اس ال مودم او المودم راوتر او اي دي اس ال راوتر، اي مكان تمام، اللي احنا مجازا بنسميه راوتر، انما هو مش راوتر، هو اسمه الحقيقي اي دي اس ال مودم. الجهاز ده بقى جهاز كده عامل زي البوستر، في فتحة بتتوصل بالتليفون بالمكان بتاع فتحة التليفون عشان يبقى هو كده وصل له النت. ما هو النت فتحة التليفون، هنوصله بالراوتر الأول وبعدين نقوم مطلعين منه سلوك كتير لكل الأجهزة اللي احنا عاوزين. كويس، الراوتر الحقيقي اللي هو راوتر بجد اللي بيبقى موجود في الشركات الكبيرة، بيبقى جهاز كبير وبيبقى فيه خواص كتير، بيبقى فيه الموضوع ده بس بسرعة اعقد شوية، بس هو ده الفرق منه. في كل سلك من دوت هوصل بقى جهاز كمبيوتر. كويس، طيب ده ايه الفرق عن الشبكة اللي فاتت؟ الشبكة اللي فاتت كانت شبكة ما بين جهازين، بستفيد بخاصيه ان هي شبكه بس، انما دي شبكه ومتوصله بالانترنت، يعني انا اقدر اخش على اي جهاز من الاجهزه دي اخش منه على الانترنت، انما دي الشبكه اللي فاتت كانت مجرد شبكه وخلاص، ان انا موصل شبكه. علامه ان هي اتوصلت هي العلامه اللي هتظهر لك حالا ديت، اللي هي دي لوكال اريا كونكشن از ناو كونكتد، دي لما تطلع لك تعرف ان انت دخلت الشبكه دلوقتي. كويس، هنا بقى زي ما قلنا هنا في نت، هنا
في نت. طيب ايه فايدة ان انا اعمل شبكة من غير ما يكون عندي نت؟ يعني لو مفيش عندي راوتر هنا، ممكن اجيب بدل الراوتر ده ايه، خليني اعمل الشبكة الكبيرة دي، اجيب حاجة تانية اسمها سويتش. يبقى انا بدل الراوتر ده اجيب سويتش واوصل 600 جهاز مع بعض. ال 600 جهاز مع بعض دولت هيبقوا متوصلين، طبعا مش هيبقى ده موجود، التليفون في الحاله دي ملوش لازمه عندنا، او الانترنت بروفايدر ملوش لازمه، موفر خدمه الانترنت ملوش لازمه. ايه لازمه ان انا عامل شبكه زي ديت في شركه من الشركات؟ انا ببقى عامل شبكه زي ديت، او مثلا سايبر او نت كافيه او اي حاجه، او مدرسه او اي حاجه. ايه الفايده؟ الفايده ان انا عن طريق الشبكه بقدر اخش من اي جهاز على محتويات الجهاز التاني. يعني انا ممكن ابسط صور خالص الاستفاده ان انا اشير حاجه من هنا، ملف مثلا موجود على الجهاز ده وانا عايز اوديه للجهاز ده. طيب اعمل ايه وهم متوصلين بشبكه؟ خلاص ما دام متوصلين بشبكه داخليه، بيسموها هم شبكه داخليه، ده الملف موجودين انا عايز اجيبه هنا، او مشيره جاي هنا وضغط عليه كليك يمين وعامل له تشيرنج كويس، واخش من هنا اقوم داخل على الشبكه واقوم جايبه ونقله وحطه هنا على الجهاز، يبقى ده موجود. دي ابسط حاجه من الحاجات اللي ممكن نستفيد بيها. لو كان الجهاز بتاعي ده متوصل على بشبكه كان ممكن اوريك الحكايه ديت، بس مش مشكله دي دلوقتي، نبقى نشوفها بعدين لما نرجع لموضوع الشبكات ده قدام. اظن كده استعرضنا الهدف من الحلقه النهارده. شكرا لكم على حسن استماعكم. طبعا الحلقه ديت اهداء الى جدتي رحمه الله، والى كل الذين احبوني وكل الذين احببتهم، يحشر المرء مع من احب. طبعا لاستكمال باقي حلقات السلسله، الناس اللي عندها حلقات ناقصه، قلنا زي ما قلنا النهارده كده يبقى احنا وصلنا 53 حلقه. الناس اللي عايزه تكمل 53 حلقه ومش عارفه، تخش على جوجل وتكتب سنه اولى كمبيوتر وتدور في موضوع واثنين وثلاثه، هتلاقي مواضيع متجدده. كذلك هتلاقي مواضيع قديمه، المواضيع القديمه اللي كانت بتاعتها بايظه ما تبصلهاش، تشوف المواضيع الجديده وتكمل بقيه الحلقات. لو حد عاوز ينضم من فريق العمل الجديد اللي احنا بنكونه لسلسله سنه اولى كمبيوتر، اهلا وسهلا، يتصل او يرسل لنا ايميل او يضيفنا على الماسنجر. لو اي حد عايز ينشر السلسله في اي مكان من الاماكن، في مدرسه زي ما بعض الناس نشرتها، بعض مدرسين الكمبيوتر نشروها في المدارس بتاعتهم، وزعوها على الطلبه وكده. لو اي حد عايز ينشرها ما بين اصحابه وقرايبه واهله، او ما بين الناس اللي هو بيتعامل معاهم ومعرفتهم في الكمبيوتر قليله، او لسه في مرحله المبتدئين او متوسطي المستوى في الكمبيوتر، اهلا وسهلا كذلك. ما فيش اي مانع من نشر السلسله باي شكل من اشكال او صوره من الصور. كذلك اللي عايز يقطعها على اسطوانات ويوزعها على الطلبه زمايله او اي حاجه من الحاجات ديت، اهلا وسهلا، ما فيش اي مانع. لو اللي عاوز اي حاجه للاتصال او للاستفسار، رقم تليفون الايميل متاح للجميع. شكرا لكل الناس اللي تعاونت معانا في مختلف مراحل السلسله، ارجو ان تكون المرحله الجديده من السلسله مرحله قويه ومفيده، ويا رب دايما نقدر نقدم لكم كل اللي انتم تستحقونه، ويا رب يعني تغفروا لنا وتسامحونا في التقصير اللي احنا مقصرينه في حق حضراتكم، ويا رب يعيننا على ان احنا نعمل حاجه مستواها يليق بحضراتكم. شكرا لكم على استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.